صلاح المشكل ديالو هو من الزيادة لحق 9 شهور، وزن الوزن ديالو نقص، ما بقاتش فيه الزيادة. وملي وليت كندي الجلبة كيقول لي راه ما مهلياش فيه، كنعطيه ياكل نعطيه رضاع مزيان زعما باش، ولا كان والو. المهم تلحقت 5 سنين وانا في هاد الحال، مشيت ديتو لبني رشد، داروا لي لي تحاليل، عطاوني تحاليل ديال الواحد مريض. بقيت كنمشي على الطبيب ديال المسطين وهو يا بعقله، ما بقيت هكاك، ما قالوش ليا، ما صارحونيش، ما قالوش ليا الحقيقه. المهم النهار اللي عرفت راه الدري ديتو، قلت لي لنا مني كان عنده 9 شهور كان عادي، وصلش عنده 9 شهور هو يوقع لي هذا المشكل. اش درت شي من وراها؟ من وراها بقيت كندي للطبيبه، حتى قالت لي ودي هذا الدري راه المشكل ديالو خاصك تشوفي دي لبني رشد، ولا شوفي شنو ديتو لبني رشد. ملي داروا لي تحاليل عطوني تحاليل، خرجوا لي ديال المسطي ما عندوش العقل، هما ديال واحد مسطي و يعني لا علاقه بالحاله اللي عنده. هكاك وبقيت هكاك، ما صارحونيش، ما قالوش لي شنو كاين. حتى لواحد النهار ديتو لواحد الطبيبه، شافت الوراق ديالو، قالت لي ولدك راه مسطي. قلت لها لا ولدي راه ما مسطيش، راه كيعرف، راه كي بزاف د الحوايج كيفرق، كيشوف الساعه لخوتو على المدرسه كيشوف. صافي ملي رجعت للطبيب قلت له ودي ولدي راه كتقول مسطي، راه ما هوش مسطي. قال لي تقدري ديري السكانير، قلت لي نطلب نجوع نعطش حتى ندير لولدي هذا السكانير هذا. وجمعت ودرت لي السكانير، خرج المخ ديالو سليم 100%، ما عنده حتى مشكل في العقل، في العقل ديالو كامل مكمول، ما عنده حتى شي حاجه. صافي هي هذيك تبعوني، صيفطوني للطبيب العظم، تبعت لي على العظام تاني، درت لي تصاور على ظهره وعلى شافوا المشكل ديال ظهره، قال لي ما عنده حتى حاجه. حتى لواحد النهار وانا نلاحظ رجل طول من رجل، وانا نوريه للطبيب، نهار اللي ديته للطبيب ديالو قلت له ودي راه عنده واحد المشكل، هو يعبر ليه جبد سنتيم عبر ليه رجلي، لقى وحده طول من وحده. قال لي المشكل عنده مسلول ليه المرود، هو اللي وقفوا في الوزن، وقفوا في عاود قال لي تبقاي ديري ليه الترويض حتى يتسرح ليه العصب، عاد يمكن لينا نديرو ليه العمليه. انا في الباديه بعيده على السبيطار، على فين ندير ليه الترويض، يعني ماشي بالاستطاعه ها ماشي بالاستطاعه ديالي. وبقيت كنطلب العائله ويعطيوني باش نركب وباش نمشي، باش بقيت متبعه ليه والو. ترويض جمعيات ديال عييت، مشيت صاوبوا لي يصاوبوا لي ليه لاكارت باش نركب انا وياه في الطوبيس. كنخلصها تنخلصها. اش من حاله هذه ملي انا تنخلصها وانا ما عنديش، كون عندي ما ضراني حتى حاجه، با ما خدام خدمه رسميه، نهار يخدم ونهار يبرك، ما تصاب بالسكر، تصاب شق في المسران، تصاب بالمراره، تصاب بزاف د الحوايج، با ما بقاش خدام. وليت انا اللي مقابله، انا اللي عال الجواب الله يجازيهم بخير كله، تصاب بالحساسيه، تصاب بحبوب نايضلي في المقعد ديالو، تصاب بزاف د الحوايج. هاد الولد هذا راه كيعاني بزاف، وانا كنعاني معاه، راه بزاف، راه المعده، المصران، القبط، راه شلت الحوايج. اش غنقول لك، راه الدواء راه بزاف. ما عنديش، كون كان عندي ما تهمني حتى حاجه في ولدي، انا راه كافحت. والمهم بقيت انا تملص ليا المرود، ما بقيتش قدرت باش نهز ولا باش نحط ولا باش. انا نط وعاونوني الناس وشريت ميحيل السفلية زعما على حسابه هو، باش ما نبقاش بحال هكا. كيطلعوا خوتو كيكونوا غايبين، يهبطوا خوتو كيكونوا غايبين، ما كنصيبش اللي هبطوا، ما كانش نصيبش اللي طلعوا. ها بقى ليا في دابا جوج المنيول، ما صدتش باش نكملها، وانا باركه حمد الله وش ديال المحل اللي غنشريته باش نتكمل، باش زعما سفليه، باش باش تسهل عليه هكاك. هو باغي يخرج باغي صراحه، نتوما ساكنين في طروازيام، راه ما كذبتش عليك وشي لي هكاك، والله لا ما هاودوا الوليدات بحالك ولا خوتو. دابا حتى يجي خوه غايب عاد يطلعوا ولا عاد يهبطوا، راه حالات راه بزاف. اش غنقول لك اوليدي، راه الا قلت لك شي حاجه هود الشارع للزنقه، سول الناس يعطيوك اخبار صلاح، ما نعاودهاش لك انا، غيعاودوها لك الناس. ما تسولنيش انا، سول عنا جي على غفله، وسول الناس قولي مع صلاح، هما يعاودوا لك القصه ديالو، هما يعاودوا لك كل ما واقع ليه. صلاح عزيز عليهم، عزيز على الناس، الله يجازيهم بخير، الله كثر
من متالهم الشباب والله العظيم اللي دايرين عليه اللي كيجيو من واحد الدوار بعيد باش انا والله قلت لك باقي ليا جوج المليون باش يعطيني مول الاوراق يسلم لي اوراقي ونتحول لميحيلي ما صدتش باش نكملها جات مع هاد الوباء هذا صافي هو تا هو برك مات لا صعب لا فين يخدم لا فين خدمته ما كان يمشي عا بحال كل الهراويين يدبر على راسه ما كاين والو الحمد لله اللهم لك الحمد. طلب ديالي هو الا كان شي محسن الله يجازيه بخير اللي غيعطيني هاد جوج المليون نكمل بها. تقدر تقول لنا التشكيله ديال الراجع صلاح؟ يلا بدا ليا شكون الاولى تبدا معايا من الاول ياك؟ انا يلا شكون؟ انا زنيتي عمر بو طيب عبد اللطيف جبيرة عبد جليل برافو عبد جليل جبيرة عبد مايو بدر بانون سند الورف الليل تبارك الله عليك اخويا عمر عرجون تبارك الله زيد عمر عرجون مقعاسي مقعاسي تبارك الله عليك زيد عابد حفيدي عبد الاله حفيدي او كمل زيد باقي ثلاثه هم عزيز بتولي برافو زيد عزيز حداد احداد برافو عليك شكون عندك مالونغو ان شاء الله كيتمنى من اللعابه ديال الرجاء هذا نداء اللعابه ديال الرجاء من عند خونا صلاح الرجاوي